معي على الهاتف سيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورجل القضاء الرصين. اهلا بيك يا سيادة المستشار. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. اولا كل سنة وحضرتك طيب، ثانيا بنهنئك على رئاسة مجلس شيوخ، ثالثا بنهنئك على الأداء الراقي في الكلمة التي ألقيتها وفي شكل مجلس الشيوخ. النهاردة بتبدأ العملية التصويتية للغرفة الأولى من الكيان التشريعي المصري، بتقول إيه للناخب المصري في هذا الإطار وإحنا بندعوه إلى مزيد من الوعي بالحضور للتعبير عن رأيه حتى وهو إذا أراد أن يغير عليه أن يعبر في صناديق الانتخابات؟ تفضل سيادة المستشار. أولا يا فندم كل عام وأنتم بخير، يعني بمناسبة المولد النبوي الشريف، وشكرا جزيلا على تهنئتكم الرقيقة. وبالنسبة للحقيقة يعني هذا الاستحقاق الدستوري الذي نحن بصدده الآن، أنا الحقيقة يعني دعني أتقدم من خلال منبركم، لأن أنا أخاطب الناخب المصري وخاطب المواطنين المصريين باستعمال حقوقهم الدستورية بمباشرة حقوقهم السياسية في الانتخاب لاختيار العناصر التي تصلح وتشرف بإذن الله الغرفة الأخرى، لأن احنا بنأمل بإذن الله إن شاء الله أن يكون لنا غرفتين يعني يكون لهم تكامل ويكون لهم وجود حقيقي في الشارع ويكونوا مؤثرين في الحياة السياسية المصرية، ولا يتسنى هذا إلا بحسن اختيار وبنود نزول الناخبين واندفاعهم وتدفقهم على الأدلاء بصوتهم إن شاء الله، حتى نتمكن من الوصول إلى الصورة الراقية الكاملة التي تشرفنا كمواطنين وتشرف مصر وتبقى واجهة تشريعية بإذن الله. يعني نستطيع يعني من تعاون وتكامل الغرفتين إن احنا نصل إلى مواكبة التطور يعني اللي بيحصل في مصر إلى الأحسن إن شاء الله بإذن الله. سيادة المستشار، يعني دلالة عقد هذه الانتخابات في أجواء كورونا كما حدث مع الغرفة الأولى التي تشرف برئاستها الآن ومجلس الشيوخ، الرسالة التي يمكن أن تصل للعالم من خلال إقامة استحقاقين انتخابيين متتاليين في ظل جائحة كورونا؟ هو الحقيقة ده بيعني بوضوح شديد إن احنا متمسكين باستكمال استحقاقاتنا الدستورية في مواعيدها، وبيعلن للعالم الحمد لله انه مع تمسكنا بهذه الاستحقاقات ايضا ان احنا شعب الحمد لله قادر على حمايه مواطنيه من الناحيه الصحيه، ووجود الاجهزه الطبيه بجوارنا وتنقيه الاجواء صحيا لكي يؤدي الناخب دوره كلها في أفضل الظروف الصحية والتباعد الاجتماعي، وكل هذه القواعد مطبقة بشكل جميل وراقي وعظيم، يعني بيؤكد للعالم ان احنا يعني الحمد لله شعب حريص على حقوقه وممارسة حقوقه وفي أفضل الظروف اللي نتباهى بها قدام العالم كله الحمد لله. سيادة المستشار، في حديثكم في الجلسة الافتتاحية تحدثتم عن هؤلاء المتربصين بالوطن من الشر وأهله، وقلتم بأن مجابهة هؤلاء واجب وطني. كيف يساهم مجلس الشيوخ بقاماته وهاماته في مساندة الدولة والوقوف في خندق الدولة في فتح وكشف هؤلاء وتغيير هذه الصورة الكريهة التي يحاول هؤلاء أن يعني يشوهوا بها واجهة الوطن؟ بإذن الله بإذن الله بوجود الغرفتين إن شاء الله التشريعيتين
بإذن الله، وتكاملهم وأداء دورهم المساند بإذن الله للحكومة، أعتقد بأمر الله يعني هنسد كل الطرق اللي بيدخل منها راغبي الإشاعات وراغبي يعني اللي هم انا سميتهم خفافيش الظلام الحقيقه، صحيح. لان يعني ما بيسيبوش فرصه حاجه شيء يعني في غايه الغرابه ان يعني يتناولوا الاختصاصات، هذه قليله هذه كثيره، يتناولوا بطرق يعني كلها محاوله هز ثقه الناس في مجالسه التشريعيه في قياداته في بتاعه. ولكن الحقيقه الحمد لله يعني المواطن المصري وصل الى درجه من النضج نستطيع يعني بصدق النهارده ان نباهي بها امام العالم كله، وان شاء الله نكمل استحقاقاتنا ونصل الى يعني ما نصبو اليه بهذا التكاتف وهذا الجو الراقي ان شاء الله. سياده المستشار، اخر سؤال اسقلت على حضرتك، ماذا تنتظر او ماذا تطلب من الاعلام ليكون عونا للغرفه التشريعية مجلس الشيوخ، وماذا يمكن أن تقدم أيضا من خلال مجلس الشيوخ للإعلام؟ الإعلام يعني قيمة مؤثرة جدا جدا في أي مجتمع وليس المجتمع المصري وحده. والحقيقة أنا بأناشد الإعلام أنه يلقي الضوء على كل الإنجازات في كل المجالات، ومنها ايضا انجاز هذه الغرف التشريعيه، بحيث انه يطمئن الناس ويطمئن الشارع المصري بان المجالس بتاعته بتعمل بجد واجتهاد، ويستطيع ايضا ان يعني مع احترام الكامل ان كان هناك نقد ان كان هناك يعني ان يقوم بدوره، يعني احنا لا نطلب منه ان يكون فقط مجرد مساند للايجابيات ابدا، اذا راى هناك تقصير راى ان هناك بالعكس يعني مطلوب منه ان هو يحمس هذه الاجهزه، يعني ربما حتى يستطيع ان يكشف امامها بعض النقاط التي تستطيع ان تتصدى لها. يعني انا شايف ان في تحقيقات صحفيه بتكون ساعات في غايه الروعه بحيث انها تلقي الضوء على مشكله معينه وتستظهر هذه المشاكل بحيث ان المجالس تتعامل معها، يعني الدور لابد ان يكون دور فاعل اكثر من هذا، ايضا انه يعني في عتاب بسيط على الاعلام ان هناك انجازات كثيره جدا جدا في مجالات عديده اعتقد انه يعني لم تلقى الضوء الكافي عليها، وان شاء الله الفتره الجايه نكون احسن ان شاء الله. سيادة المستشار، كلمه اخيره لقائد الربان الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله يعني اقول له يعني سير على بركه الله، وكلنا كلنا وكل الاجهزه ستكون معك ان شاء الله، يعني مصر تستحق منا جميعا ان نقف ونساند ونؤدي ادوارنا في كل المجالات بشفافيه وبصدق وبامانه، وربنا ان شاء الله يوفق الجميع ان شاء الله. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، متحدثا عن الانتخابات البرلمانية الجارية، ومتحدثا أيضا عن ما يمكن أن يقدمه الإعلام لمجلس الشيوخ، وكيف يمكن أن نجابه أهل الشر من خلال حزمة من الأدوات في أيدي الدولة المصرية، ويطالب الإعلام بأن يلقي الضوء على الإنجازات المتحققة، لأن هناك الكثير من الإنجازات التي لم تحظى بالتغطية الإعلامية الكاملة.